الاهلي في ازمه هي الاعنف. امبارح الزميل رائد عزازي قال كلمه مهمه جدا، ورائد عزازي كان من اشد المؤيدين للمهندس محمود طاهر في الانتخابات، وكتير جدا من المؤيدين. النهارده كلمني حد من اعضاء النادي البارزين جدا اللي يعني كان عامل معايا قطيعه من ساعه الانتخابات لحد النهارده، اول مره يكلمني بسبب ان انا ما كنتش واقف مع هذا المجلس في الانتخابات. حاولت اقنعه وافهمه ان ده رايي وانا حر زي ما هو رايه هو حر، لكنه كان غاضب جدا. كلمني النهارده قال لي احنا المجلس ده مش هيكمل، وهو من اشد المؤيدين ومن انصار المهندس محمود طاهر بقوه وبعنف، وشفت قد ايه فرحته لما اعلن فوز القائمه بالكامل. النهارده كلامه عكس تماما، وقال ان احنا مجموعه بدانا نحضر واحنا هنطلب عقد جماعي، وكلام قد يكون صحيح، قد يكون كلام غاضب، قد يكون كلام اهلاوي واهلاوي اهلاوي متحمس جدا. كل ده ممكن يكون، لكنه في حاله غضب عنيفه جدا انا الحقيقه ما شفتهاش من سنين عند جماهير النادي الاهلي. هل القصه خساره دوري عام؟ ما اعتقدش ان خساره بطوله ممكن تعمل ده كله. فانا انا الحقيقه مش عارف، عشان اكون امين انا يعني ما اقدرش اقول لكم الدنيا ماشيه ازاي.